كنت مازالني سيرتا وقلبي مقسوم بين سيفاكس وماسينيسا، تألمت بكيت على مرأة حكايتها الحزينة أثرت في كثير من الشعراء، صبحت أسطورة المؤرخين بحثوا في أمرها بلا ما يمسوا الحقيقة. ولليوم كل واحد وحكايته، لكن أنا سيرتا على خطر عشت ذيك الدراما نعرف الحقيقة. سوفونيسم ماتت بين يدي. وحد اليوم في قرطاج في العائلة الغنية تاع أستغوبال جيسكون انزادت طفلة صغيرة وتسمت سوفونيسم. بالخف تميزت بمواهب كثيرة، ذكاء كبير وجمال فائق. كي بلغت سن الزواج الأب كان يفتخر بيها وحار لمن يمد سوفونيسم. أمراء، أثرياء، ذوي نفوذ، أبطال وعلماء كانوا خطبوها. ما بين هذه الخطابة كان ماسينيسا. سوفونيسم صبحت مشهورة، وحتى قرطاج فهمت باللي زواجها مربوط بمصير دولة. الصراع بين قرطاج وروما كان يحتاج للنوميديين. سيفاكس وماسينيسا كان لازم يختاروا. هذ القادة كانوا يميلوا مرة الهادي ومرة الأخرى. سيفاكس كان يبان الأقوى، وماسينيسا كان ملك بلا مملكة. قرطاج قررت تتحالف نهائيا مع الأول، والزواج كان أفضل وسيلة لتدعيم هذا التحالف. هكذا هدات قرطاج الجميلة سوفونيسم للقائد اللي عمره ما طلبها. لمدة سنين طويلة سوفونيسم كانت أكثر من زوجة لسيفاكس، كانت صديقة ومستشارة. كانت أحلامهم واحدة، يتمناوا العظمة لبلاد حبوها بكل قلبهم، لكن الأقدار حكمت بالعكس. سيفاكس انهزم وسوفونيسم صبحت غنيمة حرب في يد ماسينيسا. حافظت على قدرها وقيمتها أمام العدو. احنا الاثنين افريقيين ونفهموا بعضنا، قالت الماسينيسا اللي كان ناوي يتزوج بها. من بعد قتلت روحها باش ما تسلمش نفسها الماسينيسا قاتل زوجها. كاين اللي ادعاو باللي ماسينيسا حطلها السم بأمر من الرومان اللي كانوا يخافوا من تأثير هذه القرطاجية الوحيدة من نوعها. كلها إشاعات كاذبة خلقوها باش تحطم سمعة هذا القائد العظيم.